السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم توصلت بواحد المنتوج هذا الاسبوع هذا وبغيت نشارككم فيه، هو هذا الغولي الكتريك او لا مدلك الوجه الرائع صراحه اللي داير ضجه في المواقع الاجتماعيه، يعني بحال فيسبوك انستغرام وتويتر. توصلت به كيتكون من هذيك الورقه اللي كيشرحوا لكم فيها كيفاش تستعملوه، وبوشيت باش تخزنوا فيها وتهزوا معكم في السفر. هو كيجي على هذا الشكل هكا اون غوز غولد، اللون اللي كنحماق عليه، كتحلوه من التحت بحال هكا ثانيه وتديروا الحجره ديال الديغاسيل من الاحسن تنسدوه بحال هكا. اون فوا كتسدوه يعني وكتحلوه غير واحد شويه من التحت كيبدا يدير فيبراسيون لانه فيه فيبراسيون. وهذه ديال لسان، انا كنفضل نستعمل معاه البنات زيت اللوز الحلو اللي خديته من البارا فارماسي، هاد لا مارك ديال بيور ناتوريل راه كاينه في لي بارا، الثمن مزيان. وزيت اللوز يعني اصلي ما كاينش حقيقي، ما كاينش تخرشيش. كاين اللي كيبغي يستعمل سيروم البنات، انا كنفضل زيت اللوز الحلو. وكنبدا ندلك من الاسفل ضروري، من الاسفل للاعلى البنات، كيحفز على انتاج الكولاجين في الوجه، كيخفف من ظهور ديال التجاعيد سورتو ديك الرقيقه اولا لي بروميير يد، وكيحبسهم تقريبا تيخليهمش يغرقوا ويكبروا. فرائع هاد يعني كتساعد كتنشط الدوره الدمويه ديال الوجه، شي حاجه واعره بزاف. هاد الاله حمقاتني وكنبدلو الراس الاخر اللي هو ديال لاسير، كندورو غير بشويه من التحت وكيبدا يفيبري. دونك كنحطو كنهزو كنحطو كنهزو، ما نخليوش لان كتعرفوا العين يعني صعيب نخليو الفيبراسيون محطوط عليها تحت العين هكا. دونك حتى هي دائما من الاسفل للاعلى، دائما كنطلعوا الاعلى الاعلى بحال هكا. انا هذه كنستعملها ديال لاسير، كنستعملها حتى القنيتات ديال الفم ديالي ما بين الحاجبين، لان كيكون عندي واحد ديما مغوبش انا ديما طالع لي الدم. دونك ولا عندي واحد لي غيد هنايا في الوسط بين حجباناتي بين حجباني فوالا. صراحة كيعطيك واحد الانتعاش وكي غزالة غزالة الاله، انا حمقاتني صراحة. كنتمنى تعجبكم، غنخلي لكم لو سيت اولا الباج في انستغرام تحت هاد لا فيديو. الى عجبتكم لا فيديو كما العادة لايك كومونتير، بيزو بيزو.